واصل بقى الفريق تدريباته النهارده بدون الحصول على راحه بعد مواجهه المقاولين العرب امبارح في الدوري، وده استعدادا طبعا لماتش ارتا سولار بطل جيبوتي في اياب دور ال 32 من الكونفدراليه الافريقيه. الزمالك هيستضيف ارتا سولار في استاد القاهره الدولي الساعه 7 مساء السبت اللي جاي ده ان شاء الله، وعايزين نشوف الجمهور وعايزين نشوف المسانده الكبيره، والفريق محتاج طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان هو يفوز بفارق اكتر من هدفين لضمان الوجود في دور المجموعات، طبعا ده بعد خسارته بهدفين في مباراه الذهاب. خاضت مجموعة اللاعبين الأساسيين اللي شاركوا في مباراة المقاولين العرب بالأمس تدريبات استشفائية وبدنية خفيفة طبعا على هامش المران الجماعي اللي كان النهاردة في نادي الزمالك طبعا دون المشاركة في التدريبات الفنية، وفضل الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الاكتفاء بالتدريبات الاستشفائية لعدم تعرض أي من اللاعبين للإصابة قبيل مواجهة أرتا سولار الجيبوتي. وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك إن إصابة حسام عبد المجيد مش مقلقة، واللاعب هيكون جاهز إن شاء الله من الناحية الطبية لمباراة أرتا سولار المقبلة على أن يتوقف قرار المشاركة وفقا للرؤية الفنية. حسام عبد المجيد كان تعرض لإصابة في مباراة المقاولين العرب الأخيرة بكدمة في الركبة، واللي طبعا تم استبداله على أثرها مباشرة خلال المباراة. ويركز الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في المران الصباحي اليوم على مجموعة من التدريبات البدنية قوية للاعبين، طبعا اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة المقاولين عشان خاطر الراجل يحافظ على الحمل التدريبي طبعا قبل مواجهة أرتا سولار، وبيسعى الجهاز الفني للوصول لأفضل مستوى بدني باللعيبة قبل مواجهة أرتا سولار المقبلة واللي بيعول عليها الفريق أمالا كبيرة في تعويض خسارته ذهابا بهدفين دون رد والتأهل لدور المجموعات. وأحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق طبعا شارك في جزء من تدريباته الفنية اليوم قبل مواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي. فتوح خاض الفقرة البدنية التأهيلية كاملة ثم شارك في جزء من الفقرة الفنية وتقسيمة الكرة بالتنسيق طبعا مع الجهاز الطبي والفني بالعودة للمشاركة بشكل تدريجي بعد شفائه من الإصابة أسفل عضلات البطن. وعايز أوضح لحضراتكم جزئية هامة جدا، بكرة إن شاء الله بنسبة 99% مشاركة فتوح، لو شفتوه في التمرين بكرة يبقى هو في الماتش بإذن الله، يعني دي معلومة. وشهد مران الزمالك الصباحي اليوم عودة كل من محمود علاء وعمر جابر وحمزة المسلوسي ونبيل عماد دونجا للمشاركة في التدريبات الفنية قبل طبعا مواجهة أرتا سولار المقبلة، والجهاز الفني طبعا كان استبعد الرباعي اللي احنا ذكرناهم لحضراتكم في مواجهة المقاولين العرب طبعا بسبب استبعاد او سبب استبعاد محمود علاء هو حصوله على الكارت الأحمر في مباراة بيراميدز. اما فيما يخص الثلاثي الآخر للحصول على قدر من الراحة قبل مواجهة أرتا سولار ده طبعا بحسب وجهة نظر المدير الفني. ويواصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي واللي وضع له مؤخرا من قبل الجهاز الطبي بشكل طبعا للاستعداد بشكل جيد للمباريات في الفترة المقبلة،
وخاض عبد الله جمعه تدريبات بالجري حوالين الملعب قبل ان يستكمل هذه التدريبات في صاله الجيم. عبد الله جمعه طبعا الراجل يعني عنده وجهه نظر شويه في عبد الله جمعه، ناس تقول لك الراجل مش مقتنع بيه، الراجل مش عايزه، ولكن انا عاجبني ان عبد الله جمعه بيشارك، بيموت نفسه، بيتمرن كويس جدا، مركز مع الفريق، بيحترم وجهة نظر المدير الفني. وعلى فكرة بالمناسبة هي دي اللعيبة اللي ان شاء الله تكمل، وهي دي اللعيبة اللي يكون ليها شأن، لان عبد الله جمعة لعيب كبير ومحتاج في الحقيقة واحد زي عبد الله جمعة ناحية الشمال، بحيث ان فتوح يعني لو لا قدر الله في إصابة في اي حاجة. وعلى فكرة شفنا الراجل بيستعين بفتوح في فترات كبيرة من المباراة، خصوصا لما بيلعب بيه في نص الملعب، لان فتوح عنده رؤية كبيرة جدا داخل الملعب.